مع الاسف ملفاتنا كانت طويله شويه، ما عندناش وقت كتير. هناخد بعض من رسائلكم واستغاثاتكم اللي بعتوها لنا على صفحات البرنامج خلال اليومين اللي فاتوا. واحد من هذه الرسائل متابع، احد متابعي البرنامج، بيقول احنا قريه تبع سيدي سالم اسمها الجميله البحريه، بردك نفس المشاكل اللي انت حكيت عليها، ترعه الري ومشاكل كتير بردك حضرتك ياما. ده احد متابعي البرنامج مع كلمه بردك اللي عمال يقولها دي. السلام عليكم استاذ وليد، حضرتك اتكلمت على قرية الورق. ماشي، احنا عندنا قرية في مركز الرياض أزبل وأزبل منها اسمها قرية أبو مصطفى، المفروض هي مدينة بس هي قرية أبو مصطفى، بنشرب صرف صحي وما عندناش طريق ممهد، والمدينة على بعضها ما بنعرفش ندخلها أساسا أو نمشي فيها. هبعت لك فيديوهات بتثبت هذا الكلام، والمفروض محطة الصرف الصحي معمولة بقالها 3 سنين. دي أحد قرى أو مركز الرياض في كفر الشيخ اسمها قرية، اسمها ايه؟ ما قالش اسمها، اسمها قرية ابو مصطفى. طيب رسالة كمان لو سمحتوا. يا معالي الباشا، انا مواطن من مركز اللين، رحت المستشفى بزوجتي الساعة 2 منتصف الليل ما لقيتش حد في الاستقبال. بسأل بتاع الامن عمال يلعب في التليفون والبيت، دكتور نايم في اوضته ليه كده؟ الحالة تموت، احنا لينا حق في الدولة دي. مهزلة في مستشفى اللين المركزي، يا ريت اتواصل مع حضرتك. ابعت واحنا تحت امرك، مشاكل الصحه التي لا تنتهي. ايضا من الرسائل اللي وصلتنا، قلت لي كده يا خالد لو سمحت، نفسي اوصل صوت بلدي والبلاد المجاوره، عدد من القرى مشتركين في مدرسه واحده، والمدرسه ابتدائي واعدادي، وسيدي سالم بعيده عن الطلبه، ده طبعا محافظه كفر الشيخ. ده ما فيش عندنا عياده ولا حتى وحده، الله المستعان. كل المشاكل في كل المجالات والصورة، أرجوك إحنا مش لاقيين حد نشتكي له. أنا من كفر الشيخ سيدي سالم، جد الله قبل الشخلوبة، بيحصل حوادث ووفيات وإصابات كل سنة. السلام عليكم، مركز الحمول وقرى مركز الحمول لم يصلها شيء من حياة كريمة، ونحن نعاني قرى مركز الحمول من عدم طرق الصرف الصحي وشبكة المية. قرية العمرانية تبع مركز الحمول معدمين، مش محاسبين أو محسوبين على الدولة، ولا حد يعرف عننا حاجة. استغاثة للسادة المسؤولين ينظروا لينا بعين الرحمة والله الموفق. دي كانت بعض رسائل حضراتكم بتبعتوها لنا عن طريق صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدروا تتواصلوا معنا على مدار اليوم خلال صفحات قناة الشرق اللي بتظهر عبر هذا الكيو آر، وصفحات البرنامج وصفحتي الشخصية.